قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. أهلا بيكم، معكم دعاء فاروق وقلبك بيروح فين. هناخد قلبك لفة للمدينة الفاضلة، حيث الناس كلها طيبة وما فيش حقد ولا حسد، ما فيش غل ولا زعل، ما فيش نفسنا ولا زنب. ده فين ده؟ المدينة دي فين؟ مكانها فين؟ دي شاورلنا عليها، إلى يسترك. والله المفروض يعني إنه المدينة الفاضلة دي تكون بين الإخوات وبعض، تكون بين أفراد الأسرة الواحدة. يعني ده اللي أنا أعرفه كده. أصله يعني معقولة يعني هكره لأختي الخير؟ يعني هل مش قادرة أتخيل إنه معقولة يعني هغير منها؟ هو ينفع أعمل في أختي حاجة وحشة؟ هل تتخيل إن أنا ممكن أسرق أختي مثلا؟ هل ممكن أخدعها؟ هل ممكن أخونها؟ طب ينفع أكره أخويا؟ إيه ده ينفع؟ استحالة. ينفع أضمر له جوه قلبي حقد دفين؟ ينفع؟ بينفع؟ لا. بينفع فعلا؟ للأسف كل ده بيحصل، وللأسف الدنيا ما فيهاش لا مدينة فاضلة ولا بتاع. الدنيا فيها العجب، فيها العجب. مكملين معاكم بعد الفاصل وقلبك بيروح فين. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. رجعنا لكم مستمعينا وقلبك بيروح فيه. الدنيا فيها العجب لما تسمع عن شيء عجيب اسمه إخوات بيقطعوا بعض وبيقطعوا بعض. إزاي إخواتي بقوا متربيين تحت سقف واحد، واكلين في نفس الطبق، متربيين في نفس الظروف، نفس حضن الأم ونفس ذات الأب، وبعد ما يتجوزوا تسمع حوارات من عينة أصل مراته قسته على إخواته. للأسف عذر أقبح من ذنب، وتلاكيك عجيبة، وتلبيس عاطل في باطل. ودايما بيتقال كده لأنهم بيبقوا يعني مش قادرين، مش عاوزين يصدقوا إن أخوهم هو اللي وحش، فيلبسوا الذنب لمراته. يعني حضرتك هو البردعي؟ فاكرين زمان أنا البردعي يا رشدي؟ هو الأخ اللي وحش يا جماعة، مش مراته خالص. ما تلبسوهاش، ملهاش ذنب. عارفين ليه؟ لأن هي لو الشيطان بذات نفسه، يعني الست دي لو بقرون والشيطان بذات نفسه والأخ بيحب إخواته، استحالة تعرف تقسي عليهم. لكن للأسف البذرة اللي اتزرعت ما بتبقاش سليمة، والأخ بيكون اتربى على الغيرة وشرب كلام من عينة أخوك أحسن منك، أخوك حن منك، أخوك تكحلى منك، أختك ألطف منك، أختك أشطر منك، أخوك أشطر منك. هم تربوا على مقارنات طول الوقت، وتربوا على إن في حد مفضل، فشرب الحقد عليه من وهو صغير. وبالتالي هنجيب منين المدينة الفاضلة دي؟ هنجيبها منين؟ هنجيبها منين يا جماعة؟ والتربية أساسا مزروع فيها شوك وصبار وخناقات، مزروع فيها حاجات وحشة كتير قوي. بقولك إيه، ما تنجز كده وتسيبك من كم السواد اللي مالي القلوب ده. انجز انجز وابدأ بنفسك. بعد الفاصل هقولك تعمل إيه. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. مع الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر. رمضان بيجمعنا.
رجعنا لكم مستمعينا وقلبك بيروح فين. انا بقولك ايه، ابدأ بنفسك وقدم السبت وابدأ الصلح بينك وبين اخواتك. خيركم من بدأ بالسلام يا اخي، انت ابدأ، ده اخوك يا اخي، دي اختك، اختك حبيبتك. لا مش حبيبتي ولا حاجة، يا ساتر، ده القساوة هتوصل لكم انكم تبقوا من المفسدين في الارض. تخيل بقى تبقى راجل بتاع ربنا بتصلي وبتصوم وحاجك بيت الله، او تبقي ست فاضلة كمل كمل. تشوفك كده من بعيد نقول ايه دي، ايه الست الفاضلة الحاجة اللي ما بتسيبش فرض دي، ما بتقوميش من على السجادة، وتقابلي ربنا وانت متصنفة من المفسدين في الارض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية الكريمة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطع الأرحام ده فساد في الأرض وبداية الخراب، وربنا سبحانه وتعالى قالها صريحة، هو بيلعنهم. يعني هل في معنى تاني لكلمة لعنهم الله؟ في معنى تاني ليها؟ حد يعرف اي معنى تاني يا اخوانا لكلمة لعنهم الله غير اللي احنا عارفينها كلنا؟ عادي بقى كده لما تسمع الآية دي تسمعها عادي كده وتعدي على ودانك وتفهمها ومخك وعقلك وبرضو تكمل وانت مش قلقان خالص، واللي هنعيده هنزيده، اصله عمل وسوى، اصله غلطان، اصله برضو هتقعد تقول يعني نحكي في المحكي؟ فيش فايدة في الكبر يا سيدي، هو اللي غلطان، ماشي هو اللي غلطان، انت بقى اللي عاوز الثواب، ايه الصعب فيها؟ صلة الرحم مش هات وخد، لا، صلة الرحم هي خد بس، مفيش هات. يعني دي صلة الرحم، حيك فاهم ايه؟ طيب يعني فاهم ان هو يتصل بيك فترد للمكالمة؟ لا، هو ما يتصلش خالص وانت اللي تتصل. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. لسه بتقاوح برضو؟ لسه مستني ان هو اللي يجي ويقدم فروض الولاء والطاعة؟ براحتك بقى، خليك قاعد هناك مع المفسدين وملكش دعوة بالمدينة الفاضلة، احنا قاعدين في المدينة الفاضلة وهنطلع لكم لسنة، ولا يمكن نقطع اخواتنا لو ايه اللي حصل، براحتكم بقى. نقابلكم بكرة وقلبك بيروح فين مع دعاء فاروق. هذا البرنامج برعاية جمعية البر والتقوى المصرية، رقم التسجيل الضريبي 618-608-168. قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ قلبك بيروح فين؟ مع الإعلامية دعاء فاروق. الإعلامية دعاء فاروق. على 887 FM. راديو مصر، رمضان بيجمعنا.